السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح النور الخوت، كي صبحتوا بخير عليكم. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للخوت الميكرو، على ما أظن غادي يخدم إن شاء الله، على ما أظن أنه يخدم، لأنه هو كيتشارجا وكيتشارجا مدة طويلة. والخوت بالنسبة للخيط اللي كنت كندير ليه هو هذا، هذا الخيط، هذا هو الخيط اللي كنت كنشارجي به، هو هذا، ها هو طويل، هو هذا الخيط الخوت، هذا هو اللي كنت كنشارجي به. راه درت ليه هنا زيرته بالسكوتش على حساب هنا كيضرب الضو، باش نوريكم شنو كاين، باش نوريكم الديفو. هنا مقطع هذا الخيط، هذا هنا فين كيدخل في الشارجور، هنا مقطع، وهنا هذا راه السكوتش، هذا راه كنت هنا درت ليه السكوتش زعما باش يبدا يشارجي. هذا هو اللي كنخدم به انا اصلا. هنا راه فيه ثلاثه ديال الريوس، ها هما، واحد فيه ثلاثه ديال الريوس الخوت، واحد ديال التليفون هذا الكحل، هذا راه محيد لي غير الغشه، هذا ديال التليفون بحال هذا سامسونج عادي، وهذا ديال سامسونج الكبير ديالي، سامسونج اللي كنصور به. وتا بالنسبه لهذا راه حتى هو كيشارجي الراس، هنا الراس عريض، يعني هذا ان شاء الله غادي يخدم. خدمت ليه الخوت الكابلي اللي جانا مع الميكرو اللي صيفطنا الاخ صلاح الله يرحم ليه الوالدين. الخيط اللي صيفطنا معاه هو هذا، لصقناه وان شاء الله غادي يخدم، نخليه حتى يتشارجا ونخدمه باذن الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. خيني سيدي ديالك، تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخوت دابا راه جربنا الجهاز، حنا غنشوفوا الا كان الصوت. طلعتي الفوق، جربنا الخوت الجهاز، الدجاجه راه غتبيض لك، راه كانت خارجه. السلام عليكم ورحمه الله. الخوت حنا خدمنا الميكرو، بالنسبه اليوم الخوت هذا جا غير ذكر واحد اللي كاين، هو هذا. شوف راه كلا من صحتو، شوف البزقه اللي بزق كي دايره. حنا غادي ندخلوه كيف قلنا، الحمد لله الخوت الميكرو ها هو كيف كتلاحظوا راه خدمناه، هو هذا الحمد لله، هو شاعل، هو شاعل الخوت بالزرق. المشكله الخوت اللي كان هو ديال الشارجور، والله على ما اقول صائم، قلت لك والله على ما اقول شهيد. بالنسبه للمشكل ديالو هو الشارجور، هو الشارجور. البارحه الخوت خلينا 18 الحمامه اللي جات، اخر حمامه جاتني هي الشوكيه، الشوكيه جات بالليل الخوت، ولله الحمد. وغادي نخلي لكم الصوره ديالها ان شاء الله باش تشوفوها، جات بالليل. ها نتوما هذا عاد جا مع السبعه وربعة، هذا اخر حمامه 19. البارحه الخوت كانت، البارحه نوريكم الحمامه ديال البارح، خليكم معايا اللي هي الشوكيه. ها لا هاي الشوكيه الخوت معايا، جات مع 19 و46، يعني 8 و46، تسعود الاروب معايا جات ديال الليل. الشوكيه هادي مع تسعود دابا 19 على 23، يعني باقي لنا 4 ديال الحمام الخوت، 4 الحميمات. هذا غادي ندخلوه الخوت، لان الا دخلناه غادي يجي الجوع، باش يلا نبريباريو الحميمات ديالنا، نعطيهم الاكل ديالهم. حنا غادي نشوفوا شكون اللي باقي لينا الخوت، ندخلوا هذا الذكر هذا. اجي وليدي دخل 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 اونتري، ها هو دخل. يلا غادي نشوف الحمام، والله العظيم ما شفتهم الخوت، كيف قلنا ما شفتش الحمام اللي جا. حنا غادي نكتشفوا ونشوفوا شكون اللي جا وشكون اللي ما جاش. اها هذا هو الصغير، راه جا هذا، راه صغير، راه 2024 جا، الزقطي راه جا، هاد الطوبيه هي جات، واحد اختفينا هي، هادي هي، هي المسخوطه اخويا سمير، المسخوطه هي هادي راه جات، الطوبيه راهي اختها جات، الحمد لله. الدفليه راه كاينه، باقي لنا 4 ديال الحميمات. هاديك الطوبيه الدرويشه هادي باقي خضر، البدعيه ما علينا، حنا مازال غادي نكتشفوا الخوت اللي ما جاش، راه غادي نعرفوها. الحميمات راه سدينا عليهم هنا، هادو هما اللي جاو، كيف قلنا هادو هما الحميمات اللي جاو، هذا هو اللي عاد دابا دخلنا، راه هو كيهيج، راه باقي غا صغير 2024،
يلا الخوت نمشيو ننتظروا، ربما تبان راه من قبيله ما بان حتى شي حاجه. راه جيت من العمل، شنو درت الخوت؟ شارجيت هذا، جربته لقيته خدام الحمد لله، والله العظيم الا غير صدفه، والله على ما اقول شهيد، الا غير صدفه اني فكرت ندير ذاك الخيط وحسنت الخوت بلاتي نوريكم. هذه غير بوحدي الخوت، والله العظيم الا غير بوحدي. هنا البلايص اللي داير فيهم الجورنان، ماشي الجورنان، كلينيكس، البلايص اللي داير فيهم كلينيكس، جرحت راسي، جرحت راسي ودكت كلينيكس باش ما يبانش داك الدم وصافي، وحسنت وجهي وحسنت راسي، راه باقي مازال غتفيق ان شاء الله هيبه وغادا تكمل لي الحسنه باذن الله. لان هنا اللور الا شفتوا الخوت، هنا اللور يمكن نكون مقربع، هنا اللور كي غندير ليها انا، هنا اللور مقربع، نكون مقربع، لان قالت لي المراه راك مقربع والحمد لله. يلا الخوت، ربما باقي لنا اربعه ديال الحميمات، نتمنوا انهم يدخلوا. بالنسبه للديكلاراسيون كيف لاحظتوا، راه الحميمات، الحمام راه دخل البارح بكثره، اللهم بارك، يعني كان الجو ما كناش عارفين. حتى دابا الريح راه دافع الخوت، كنشوف الرايال هي الريح دافع، يعني ما كناش عارفين بان الريح هذيك حتى واحد ما هضر عليها ديال ان الريح دافع غيكون برداوي، ما قلناش برداوي. انا قلت انا ربما الجو قاصح، هادشي اللي قلت، السماء مسدوده، الجو قاصح والريح كونطر، هذا هو الحساب اللي كنضارب. وكنت كنتمنى ان غير نديكلاري بحمامه وحده، والله راه كيشهد عليا، كنت كنتمنى نديكلاري غير بحمامه وحده، والحمد لله البارح جاو 18 الحمامه اللي جات. يعني من شتان الحمام بدا كيتستف صافي، عرفت تماك القضيه في الطاقيه، فسولت لقيت عباد الله دخلوه، يعني الحمام داخل، والحمام دايز بحال شي مطلق ديال الفيتاس، الحمام معلي مزيان الخوت وغادي شاط الطريق، الحمام معلي وغادي شاط الطريق، الحمد لله الحمد لله، والشكر الجزيل، الشكر موصول لكم نتوما بعدا الخوت، وبعد الله عز وجل بعدا كنشكركم، الله يرحم لكم الوالدين على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. وشحال من واحد عيط لي على الفيديو، انا شفتو البارح ديال البنيات، اللهم بارك، انا قلت البنيات ديروا لي فيديو، دبر راسكم، بغيت غير حمامه وحده نديكلاريها، تبات عندي حمامه، هادشي اللي كنت ضارب حسابه. ومني شفنا الحمام دخل كثير صافي، انا عرفتو برداوي، الريح مدافع الحمام، الحمد لله مصيفطين 23 مدخلين 18، راه باقيين خمسه الحمامات اللي باتوا ليا، جاتني وحده الصباح وباقي ليا دابا اربعه، ان شاء الله دوك الربعه يبانوا ولا تبان منهم وحده ولا جوج، الله اعلم. يلا الخوت، الله يرحم لكم الوالدين، لا تقطعوا ولا تستقوا، شتي اللعيبه كتبان في كلينيكس، يلا خليكم معايا. الخوت الحمد لله بعد الميكرو منين ختمنا، والله العظيم الا كنحمد الله ونشكره، الحمد لله فرحنا فرحنا، كل واحد كان الميكروات الاخرين الخوت الصوت، انا كنهضروا على الصوت، واحد قال لي بحال الطريجه كله، شنو كان كيقول لي على الصوت اللي كان قديم، والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. حنا من قبيله الخوت كنتظروا ما بان حتى شي حمام، اربعه ديال الحمامات، جوج طوبيات عقلت عليهم، جوج طوبيات بيغان خضر، راه كنديجا حبستهم هذوك الطوبيات، ما لعبوش هذا المطلق الاخراني، يعني لعبتهم اكلوا اكلوا ياك، وهذا المطلق بعدا المطلق الاخراني ما لعبوش، شنو هو المطلق الاخراني؟ هو اكلو، ما لعبوش الخوت اكلو، ذاك المطلق القاصح ما لعبوش، هذا ما كان، ودابا هزيتهم راه ما جاوش بجوج بهم، جوج طوبيات عاديات بيغان خضر 2023 ما جاوش، وكاين هذاك الذكر اللي كنت كنقول لكم عليه ديال المسافة، مبقات لا مسافة لا والو، فيه سيف بيض بحال طوبي محروق، فيه سيف بيض، لحد الساعة نوريكم كونستاتور. لحد الساعه الخوت باقي كننتظروا، ما كاين حتى شي حاجه، الحمد لله وكلنا الحمام ديال البروديكسيون وكلناه وشربناه، كيف قلنا وكلنا الحمام ديال البروديكسيون وشربناه، تهنينا منه، هادو هما شفتهم كيف راه باقي ما عطيتهمش ياكلوا. بالنسبه للكولوار الخوت راه نقيتو، المعيلفه راه هي فين حيدتها، غنوريكم السورغو، الماكله الخوت اللي غادي ناخذو، خلينا هاد السورغو هادي على ود الطفره، خدينا هاد السورغو وخدينا هاد التخليطه هادي، غناخذو منها واحد الكميه الا بغى الله عز وجل، هاد التخليطه هادي عاد غادي نزيدو ليها شي حاجه، واخا كتبان ليا ناقصه شويه فيها الزرع بزاف، غادي نزيدو ليها شي حاجه ضروري نزيدو ليها شي حاجه، هذا ما كان باش نعطيو للحميمات. كيف قلنا الخوت غادي نطلعو الكونستاتور، الحمام راه باقي ما بغيناش نعطيوه ياكل الخوت باش يجوع، خاص الحمام يجوع، وغادي نخلطوا لي شي ماكله. ها انتم شوفوا الساعه بعدا شحال في الساعه، ها هي الساعه راه 9:33 هذه، يعني 10:33، حيت هنا راه ناقصه ساعه الخوت، راه باقا 19:23، باقا 19:23، هذه راه 10:30، يعني 10:30، الحمد لله الحميمات خليناهم يرتاحوا،
هذه اللي عجبتني الخوت هي الشوكيه ديال البطل هشام قاش ابو رباب. والله العظيم الا دخلت بالليل كيف لاحظتوا راه دخلت الساعه الجديده يعني الساعه العاديه مع 8:46 بالضبط معايا دخلت، لان خدمت الكاميرا وشفتها كيف قلنا الخوت، خدمت الكاميرا وشفتها دخلت بالليل. هذا ما كان دخلت بالليل. بالنسبه لهادو بيجون الخوت الحمد لله جاو، هذا راه باك موف 2024 وهذا اللي مع البدعيه باك موف 2024 يعني راه جاو، ونتمنوا الخير. ومازال غادي نجبد هذاك اللي كان حي اللي كان جاني بلا باك مانيتيك الخوت، راه حتى هو جا، راه هو هذا ها هو لتحت، هذاك اللي كانوا ديجا حيدوا لي الباك مانيتيك وركبتوا لي راه هو حتى هو جا الحمد لله. وبالنسبه لخوت الدكار اللي اعلنت به في هذا المطلق هذا، راه هو الشيء والطوبي محروق، راه هو نفس الدكار الحاصل على الرتبه 14 في المطلق اللي فات، المطلق اللي داز قاصح راه هو هذا، يعني راه نفس الدكار. هذا غادي يدخل الى ديكلاريت بي غيدخل في الاسبيجون، كيف قلنا غادي يدخل الخوت في الاسبيجون، يعني دابا جوج مطلقات كان ديكلاري به هو، راه هو 15 في الاخر. هاد الدكار هاد الطوبي محروق، هذا ولد الدكار ديال البطل الدرداري مع نتو ديال الحاج نعمان. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، حنا مازال غادي ننتظروا هادو الحمام اللي ما صيفطناش، راه تبارك الله راه كاين باقي الحميمات الخوت، هادو الحميمات اللي ما صيفطناش، هادو الحميمات الخوت اللي ما صيفطناش، فيهم حتى الحمام اللي غادي يمشي ان شاء الله يوم الاربعاء، راه عندنا الخوت جمع الحمام يوم هذا اللي نسيت ما ديتوش، هاد الطوبي هذا اللي كتشوفوا فيها هو بوحدو دابا، شوف بوحدو، هاد الطوبي الخوت راه ما ديتوش، عند بالي هو السماري فاش قلبته ما لقيتش فيه الكاشي. يعني الطوبي راه كنت جاي غير من اكلو، هذا ما كان، ونقدر نصيفطو لبكرة واخا ما كنظنش انه يجي من بكرة. كيف قلنا الخوت نهار الاربعاء ان شاء الله راه عندنا جمع الحمام ديال بكرة، نهار الاربعاء راه غادي نهز، كيف قلنا عندنا هاد الدفلي هذا محروق، وهاد الدفلية اللي تحتو ها واحد الله لا شريك له، لا شريك له، يعني جوج حميمات عندنا هنا، جوج حميمات، جوج حميمات صافي هادشي اللي عندنا. ولا شنو فينا هما العيونين؟ ثلاثة أربعة الحمامات الخوت، هذيك الدفلية اللي الفوق اللي فوقانية والدفلية اللي تحت منا وهاد الجوج هي أربعة، وغادي نزيد عليهم داك الطوبي هي خمسة الحمامات اللي غنصيفط لبكرة. وراكم عارفين بكرة 1050 كيلومتر راه ما ساهلاش الخوت، راه ما ساهلاش ال 1050 راه كيقولها غلفهم، هذيك هي الصحراء ديال بصح. يلا والله المستعان، والله يرحم الوالدين، مبروك علينا ديكلاراسيون، واخا ما ديناش ما كنظنش ما ديناش الخوت الدبلوم لان ديكلاراو عباد الله قبل منا، ماشي مشكل الحمد لله، ومبروك علينا حتى الميكرو منين نخدم. يلا وتحياتي لكم الخوت. انا غنمشي نعس ان شاء الله باذن الله، حنا درنا هاد الشبكه الخوت هنايا كيف كتلاحظوا، باش اللي هبطات ان شاء الله غادا توحل لداخل، غادي نمشي نعسو، راه خليت لها شويه ديال الاكل راه والهيها الماكله السبور حطيناها تماك، كنتسناو دوك الحميمات ما جاوش الخوت، نمشي نعس باش يلاه نرتاح، نوض نكمل الحصانه ديالي نرتاح بعدا باش في العشيه نكونوا هذاك ان شاء الله. راه اليوم عندي الثالثة الخوت في الصيام باذن الله، ونتمنى ان كل شيء صوم، نتمنى 6 ايام ديال شوال، انا هذه 6 ايام الثانيه ديالي، والله العظيم الى 6 ايام الثانيه ديالي، رسمت 6 ايام الاولى وعيطت نهار الاربعاء كان عندي العيد، ودابا راه بديت اليوم 3 ايام في 6 ايام الثانيه، 6 ايام ديال شوال الثاني. يلا تحياتي لكم، الله يرحم الوالدين، نمشيو نعسو من بعد غادي نفيقوا باش نخلطوا الاكل ديال الحمام، نوريكم ديك الساعه التخليطه اللي غادي نديروا للحميمات ان شاء الله. من بعد واحد القضيه الخوت ما غادي نفرقوهم، دابا الحميمات غادي يرتاحوا، راه ما هانتوما مسكين هنا ناعسين كيف كتلاحظوا، ها هما مرتاحين كيف قلنا، حدهم يرتاحوا الخوت غادي يجوعوا، غادي يجيهم الجوع ان شاء الله، غادي نقسمهم الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم، وغادي نخرجهم ان شاء الله هنا في الكولوار، وغادي نعطيهم الاكل ديالهم، وغادي نعطيهم بالغازول باذن الله. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كي دايرين الاخوان؟ لاباس عليكم بخير، نتمنىكم الاخوان تكونوا في احسن الاحوال. اليوم الاخوان السبت، اليوم 20 افريل، اليوم السبت الاخوان، دابا راه 3:39 دقيقه، كما كتلاحظوا الاخوان يوم فيديو جديد، وبغيت نشكركم على التعليقات ديالكم على الفيديو ديال البارح، كنشكركم الاخوان بزاف بزاف. وبالنسبه للاخوان الميكرو راه
كان المشكل هو الكابل. البابا كان كيشارج بواحد الكابل طويل، واصلا داك الكابل كان مقطع ليه، كان مقطع، كان كيعوزو باش يخدم به، وراه شارج بواحد بلاخر بواحد الكابل صغير وتشارج عليه وتقاد الميكرو. يا اخوان دابا حنا راه خدامين بالميكرو هذا القديم، وخليكم معنا لان هنا راه بابا باش يقاد الماكله هنايا ديال الحميمات، راه مشى يجيب غير الردوسو من عند عمي نور الدين وغادي يرجع. ماما انتما الاخوان الماكله ها هي، عرفاش غادي يرجع، غادي نشاركوا معكم، غادي نخلطوها معكم الاخوان. حنا كل شيء اي حاجه كنديروها كنشاركوها معكم، كنخبيو عليكم حتى شي حاجه الاخوان. انتما راه خوتنا وحبابنا، غادي نديروا هاد بيت امين فورت ومعاه الرودوسون. وخليكم معنا الاخوان فاش باش يرجع بابا، ونشاركوا معكم الاخوان تخليطه ديال الحميمات باش نعطيو الحميمات ياكلوا. وخليكم معنا، وشكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم على الفيديو ديال البارح، وشكرا لاي واحد قال شي كلمه زوينه علينا، وشكرا لكم بزاف كما كنقول ديما، شكرا لكم بزاف بزاف. خوت بالنسبه الرودوسون واش بناه جديد من عند الاخ نور الدين، ولا خصو الرودوسون؟ راه باقيين غير شي خمسة الحبات باقيين عند نور الدين، اللي خاصو الرودوسون يجيبو عند الاخ نور الدين، راه عندو ما علينا، راه هادو القامة مخبين عندو في الدار، لقى ستة ديال الحبات. ما والله إلا كنت دومونديتو من الخميسات غيجيني، والله العظيم إلا كنت دومونديتو غيجيني من الخميسات الرودوسون، ما نكذبوش على الله، راه كاين عند الاخ نور الدين. ما علينا، هذا هو الحق الخاوي ديالنا، هو هذا. حنا دابا غادي نقسمو لخوتي إن شاء الله. اجي تشوفوا الكارانتي انتوما، ها الكارانتي، ها هو ها الكارانتي، هذا غادي نقسموه انا واحد البطال، ها هو باقي عامر، نخدموا الخوت ضروري يخدم الميزان، ضروري يخدم الميزان، شحال فيه من غرام؟ 600 غرام، خليكم معايا هنا، نديرو هنا 300 غرام. وغادي نعبروا هذا وهذا باش يجيو نشوشو الدخان كيطلع، وهادشي انا صايم ما خصوش يطلع معايا، يعني الدخان هذا الا طلع مع القرجوطه 300 غرام اللي نديرو، لان البرودوي فيه 600 غرام. وغادي نعبروا مع الخوت بحال بحال، لان كل ذي حق حقه، الله عز وجل قال لك ولا تخسروا الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. انا الخوت 96 شوها، ها هي و 96، ها هي 99، ها هي 300 غرام. انا الخوت هنا 300 غرام نيشان، وحنا غنديروا واحد القضيه، نحيدوا هذا وغادي نديروا الصفر، لا طفيناه، حنا غادي نديروا الصفر الخوت، غادي نشوفوا دابا هذا شحال فيه. ها هو فيه 368، هذا خصنا نلقاو فيه 368، ها هو 365، نعاودوا الحساب 368، وهذا 364، نقصوا واحد شي شويه 365 هنايا، ونشوفوا هذا 366، بحال بحال صافي بحال بحال. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، نجيب واحد الكمامات وانا جاي ان شاء الله، واحد الكمامات وانا جاي، خليكم معايا الله يرحم الوالدين. انا الخوت كيف قلنا الاكل هو هذا، غادي نقصوا لان الماكله تبارك الله بزاف، غندير لهم غير القياس كيف قلنا الخوت. راه مشيت جبت الخوت هادو، هادو هما دوك الام 3، واخا الوقت ما عنديش، خاصني ندير كونستاتور، عندي بزاف ما يدار. فاطمه الزهراء بغات تشري شي حاجه، هي اختها خصها تشري شي حاجه. هادو الخوت هما، هادو راه كنت كنخدم بهم في الشركه، بحال هادو كان عندنا فاش كنت في الشركه. هادو الماسك ديال الاخر، هادو صيفطوا لنا الخوت واحد الاخ سميتو عبد الهادي من اسفي الله يرحم ليه الوالدين، واللي دخل في الخير حتى هو الله يرحم ليه الوالدين، هو السي محمد هو اللي جابهم لي انا والسله، كان جاي من اسفي وصيفطهم لي. هذا كيخدم في وزين ديال السيما، لي صيفطهم لي الله يرحم ليه الوالدين. هادو راه هادو راه جوطابل، كتخدم بهم واحد جوج مرات ثلاثه د المرات وكتلوحوا. ما علينا، نقصوا الخوت الماكله، خليكم معايا نقص الماكله وانا. هذا راه مهم، هذا البرودوي راه مهم، غادي نديروه ان شاء الله ندهنوا به الماكله.
وحنا غنديروا الخوت غير رودوسون ان شاء الله. الرودوسون اللي غادي نديروا ليها عباره على فيتامينات واملاح معدنيه، وكل برودوي راه كيديروا فيه داكشي اللي كيحتاج، داكشي اللي كيديروا صافي. يعني كل برودوي انتم هذا عاجيو تشوفوا اش ها هما ثلاثه الحوايج عنده هنا، كيدير شي حاجه كيقاد شي حاجه في الدم، وهنا هذا عنده كاس يعني كيربح الكاس ولا الله اعلم، وهنا هذه ديال الامعاء ولا شي لعبه ولا معت فيتامينات ولا هما ثلاثه الحوايج. حنا ما علينا، خليكم معايا وانا معكم ان شاء الله. الخوت الرودوسون هذا ديال مولاه، راه هذا قسمناه الخوت ما نكذبوش على الله، هذا راه قسمناه، ها هو ديالنا هو هذا. نديروا اليوم الرودوسون ان شاء الله، درنا هنا واحد معلقه ما كاملاش وغادي نشوفوا. وكيف قلنا الخوت راه اليوم ما بانت من داك الدكر اللي بان في الصباح، دابا راه العشيه هذه، هذه الربعة وستة دقائق قريبا الخوت، باقي العصر ياك، مازال العصر حتى الخمسة، هذه الربعة، الربعة الخوت وستة دقائق، العصر قالوا حتى الخمسة. صافي الله يجعل البركة، صافي الخوت الله يجعل البركة. هاد لي برودوي غادي نحيدوهم من هنا ان شاء الله. غادي اول حاجه الخوت الله يرحم لكم الوالدين، غادي نفرقوا الحميمات الذكور على الاناث. خليكم معايا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. حنا الخوت دابا كنفرقوهم، كنفرقوا الذكور على الاناث. دابا الاناث هما مجموعين هنا في اللوفت، باقي لنا دابا غير الذكور، باقي شي ذكور مع التين. الحمد لله حنا قرب الخوت نفرقهم ان شاء الله. يلا خليكم معنا، بسم الله على بركه الله. الحميمات راه جيعانين وعطشانين، انا راه بالعاني خليتهم الخوت يجوعوا ويعطشوا باش ياكلوا ليا مزيان الماكله سبور. خالد 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 خالد. شوف نتاوي الخوت الاناث باغين ياكلوا تما. دخل 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 دخل. الخوت المنفوخه ما جاتش، المنفوخه راه ما كايناش، باقا ما كايناش. بالنسبه للحميمات اللي باقي ليا، باقي ليا اربعه الحمامات، جوج طوبيات بيغان خضر 2023، والدفليه المنفوخه باق خضر حتى هي 2023، وباقي ليا ذكر 2022. هو راه داير بحال طوبي محروق. واحد الحمامه شي هاي هاي نمشي ديال كيف قلنا في سيف ابيض، راه كنت كنقول عليه ديال المسافه. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، من بعد ما غادي ياكلوا خليو الحميمات ياكلوا، اجي نوجدوا لهم الماء ديالهم باش ما نضيعوش الحشره، لان فاطمة الزهراء باغا تخرج غتخليها ماماها وغادي تصدق مقلقه عليا. كيف قلنا بالنسبه للماء غادي نعطيهم شنو هو، عاود كيف العاده بالغازول. كيف قلنا الخوت غادي نعطيهم بالغازول، خليكم معايا الله يرحم الوالدين. بالنسبه لي طرو ديال الماء 15 مليم، فين هي خايا 15، هذا اي طرو الماء. الشربه كتهزي طرونس، نزيدو واحد شويه صافي، واحد شويه الله يجعل البركه. هذا غادي نرجعو عاوتاني نحيدوه من الشمس، ودابا غادي نديرو ميها ديال السقايه الحنفيه. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، من بعد ما غياكلوا الذكور ان شاء الله، ونتمنوا دوك الحميمات ربعه ان شاء الله نتمنوهم يجيو. راه الحمامه الخوت الا تعطلات راه ماشي انها كيف قلنا انها تعطلات راها خايبه، لا. بالنسبه لدوك جوج نتي والطوبيات، انا كنت ديجا شاك فيهم، لاني كنت ديجا حبستهم، والحمامه ملي كتحبسها الخوت راه ما كتبقاش تلعب مزيان. الحمامه خاصها تبقى تلعب ديما، ما خاصهاش تحبس كاع بتاتا. دخل 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 ها بالغازول. وكيف قلنا نهار الاربعاء الخوت غادي نهزو خمسه د الحمامات على ما اظن، خمسه. هما الحميمات كيشربوا راه عطشانين اليوم، لا بكره، بكره ان شاء الله خمسه د الحمامات. شو شوف الريش، شو شوف هذا الريش، هذا الرقي وقع الخوت، هو بحال ديال الصوفه. شو بكره كتعطينا 1050 كيلومتر، 1050 كيف قلنا 1050 كيلومتر كتعطينا بكره. الحمد لله، وهذا يتهز بكره ان شاء الله الا بغى الله.
كيف قلنا اما الذكور الخوت ما كياكلوا، من بعد ما غياكلوا يشبعوا ان شاء الله غادي ندخلوهم. هادشي اللي بقى هاد الخير هذا اللي بقى. لا هذيك مضروبه في جناحها بنتي مضروبه. كيف قلنا نخليو مال الخوت ياكلوا، غادي نطلقوا الاناث والزغاليل حتى هما ياكلوا ان شاء الله. ولنا لقاء الله يرحم الوالدين. كاع الناس اللي قالت الكومونتير زوينه البارح، راني قريت كاع لي كومونتير ديالكم الخوت كاملين قريتهم كل وشنو قال، وقول له الراي ديالو، كل واحد الراي ديالو كيتحترم. والحمد لله والشكر الجزيل لفاطمة الزهراء اختها هبه، حتى هما قاموا بواحد التعليق زوين. يعني انا راه قلت لهم ما باغي نديكلاري بحمامه وحده الا بغى الله سالات الحفله. يعني حمامه وحده كنت، وكنت قلت الخوت بان المطلق ما غاديش يدوز ساهل، راه كنت ديجا قلتها المطلق ما غاديش يدوز ساهل، ولاني راه كنت غلط بان المطلق داز ساهل وساهل بزاف. بعض الاخوان الخوت كلشي ديكلارا، كلشي ديكلارا، وكلشي جا حمامه، وكاين اللي دخل الحمام بكثره بحال اللعبه ديال الفيتاس بحال هكاك تماما. ومازال غادي تشوفوا الريزلت، غادي نوريها لكم. خير دليل هي النتيجه ان شاء الله، والنتيجه تاع الغد ان شاء الله عاد غادي تكون، لان الكونستاتور هو باقي في بلاصتو باقي ما ديناش. يلاه اليوم غادي نديوه ان شاء الله، اليوم السبت ما بين 6 العشيه، وقال لك ما بين 6 وما بين 8 الليل، يعني 6 العشيه و 8 عاد غادي نديوه. لا ما خدامش اليوم بنتي مالك، اليوم السبت كيف قلنا الخوت هادشي اللي كاين. نخليهم نتسناو الخوت الدوكوك تياكلوا. جيب لي واحد شويه عاوتاني ديال الماكله نزيدوهم. هاكي شتي غنزيدوهم الخوت واحد شويه ديال الاكل ان شاء الله. ماشي نزيدوهم، هذه ماكله سبوره الخوت وماكله غنيه زوينه تبارك الله. ولينا هذه راه الفلوس الخوت هنا، الفلوس الفلوس هنا. هذا اللي جانا اليوم مسكين ها هو خصو ياكل باش يبات. وبالنسبه للاناث والزغاليل قبل ما نعطيهم ياكلوا، حتى ياكلوا لي الشياطه، هاد الشياطه اللي غادا تبقى هنايا ان شاء الله حتى ياكلوها كامله، عاد غادي نخرجهم ياكلوا. هذا ما كان الحمد لله، كيف ما كان الحل الحمد لله. الخوت 19 الحمامه من اصل 23، بقاو لي 4 الحمامات، نتمنوا فيهم الخير يا ربي امين. والباحة الحمام الخوت كيدوز معلي معلي مزيان، يعني الريح دافعو. ملي كتشوف الحمام معلي بزاف راه الريح دافعو. ها دازو فروقه بزاف كيف قلت. ها راه صورت لكم الفروقه كانوا كيدوزو الخوت، يعني من قلميم ويجي الحمام مجموع انا وفرق دايز، راه حيت قلميم راه الصحراء هذيك، قلميم راه خصها تبقى دوز حمامه ما دوزش كاع، ما تبانش لي كاع الحمام دايز هي 30. لا قول مي ما كتبانش كاع، الحمام ما كيبانش اصلا. اما في هذه الحاله هذه اليوم اخوت راه بان لي اليوم في الصباح الريح كان معاون الحمام على ما بان لي والله اعلم. شفت الرايه، شفت الرايه، الريحه مدخل داخل الخوت، الريح راه هو كيدخل داخل، يعني جيب من البحر وغادي مدخل داخل. وكنت قلت الناس ديال تيفلت، الموالع ديال تيفلت وهذا هما اللي غادي ديكلاريو مزيان علينا، وفري ديكلاراو الناس ديال تيفلت لها تجي ديكلاراو، لان الحمام مادام كيجي الريحه هكا يعني راه معاونو في حد ذاته معاونو، وانما غادي يدير الدوميتور غادي يدير الدوره. اصعب حاجه وهي الريح يكون كونتر في الوجه، هذيك هي صعيبه للحمام. والحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. دابا الخوت ندخلوا باش نطلق فاطمة الزهراء تمشي تقضي شغلها، غادي ندخلوا الحميمات وغادي نخرجوا الاناث نولعوكم فيهم والله يرحم لكم الخوت. صافي على بركه الله ندخلوا الذكور، ندخلوهم ان شاء الله وغادي نطلقوا الزغاليل ياكلوا لينا بعدا. هاد الشياطه هي الاولى، سير سير الشوكيه. وغادي نولعكم دابا في الفيديو ديال الشوكيه الخوت، فاش ديتها بديك الكاميرا نولعكم في الشوكيه فاش جات بالليل تبارك الله، جات طاحت بالليل. هاهما الحميمات، انا الخوت الحميمات هما خرجوا. دخل 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 دخل، ما غادي نعطيهم حتى يكملوا لي هاد الاكل كامل، يضربوا الجلبان يضربوا كل شيء ان شاء الله، عاد غادي نزيدهم. الحمد لله الحمد لله كيف ما كان الحال الحمد لله. ونتمناو الخير، باقي لنا الخوت السباقات الجايه ان شاء الله نتمناو فيهم الخير. شجنا كيف قلنا راه اخوات، الحمام راه ولا قليل، دابا خصنا نعاودوا اعاده التفراخ. غنبازيو ان شاء الله على البروديكسيون على التفراخ ان شاء الله، نوجدوا لهم شي ماكله زوينه ان شاء الله.
ونحاولوا نفرخوا وليدات اخرين جداد باذن الله. ها الحميمه الخطره دكدكو ديك الماكله تبارك الله راه ما خلاو فيها والو. يلا الخوت نخليكم اللي يمكن في رعايه الله، من بعد ما غادي ياكلوا كيف قلنا غادي نعطيهم بالغازول، اميها فيها بالغازول، وغادي نخليهم يرتاحوا. حنا غنزيدوهم دابا شويه ديال الماكله، غنزيدوهم شويه ديال الاكل ان شاء الله ونعطيهم بالغازول يرتاحوا. يلا تحيه لخويا عمر، وما نساوش الاخ جهاد وصابرينا وخونا سمير الله يرحم لكم الوالدين، وخونا عبد الهادي من اسفي، وخونا السي محمد من مدينه الدار البيضاء، والخوت كاع اللي كتبوا لي كومونتير زوينه، والاخ امراح احمد. اكسني الخوت حنا غادي نزيدوهم شويه الاكل، مازال غير الحميمات فيهم الجوع تبارك الله. خلط 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 انا الخوت. وراه كاين شي بعضين شي حميمات فيهم العطش، بالنسبه للشوكيه انا بان ليا فيها العطش، شتا جات كتبغي تشرب من الارض. الوليدات راه مشاو ليه دبروا ريوسهم، حتى راه اللي فيها الجوع هي اللي غادي تاكل. ونتمنوا الخير في الشاطئ الابيض اللي يمكن، ولا البيير، ولا الشاطئ الابيض اللي باقي لنا. دابا باقي لنا بكره وباقي لنا الشاطئ الابيض وباقي لنا طنطان، هادو هما السباقات اللي بقاو لنا فقط. نتمنوا فيهم الخير وان شاء الله ربي يجيب غير الخير. هذا مكان. يلا كيف قلنا تحيه لخونا عمر شمس الدين، وخونا امراح احمد، وخونا صلاح من هولندا، وخونا عبد اللطيف كذلك، ومثال خونا عبد اللطيف من فرنسا الله يرحم لك الوالدين، وخونا مصطفى الاص، وخونا حميد ديالنا، وخونا عزيز من السعوديه، وخونا رضوان الله يحفظك، خونا سمير على ما اظن من امريكا الله اعلم ما نكذبوش الله، زائد واحد 704 حتى هو تحيه ليه، وتحيه الناس يا سيدي افني، وتحيه لخويا مصطفى الهواري والبطل مصطفى فهيم كذلك ومثال، وتحيه لخويا محمد من فرنسا، خونا ابو عبيد الشتيوي، خونا سعيد من قلميم، وخونا ابراهيم الرفاعي هو الابن ديالو، وخونا سفيان من حي نبيعات هو وسليم، وخونا الصديق عبد الرحمن، وتحيه لواحد الكتكوته اللي هي فاطمة الزهراء والاخت ديالها، والاخت ديالها فاطمة الزهراء الفرات، وفاطمة والفرات هبه والفرات ملاك، تحيه لهم بثلاثه، وتحيه لماما هم ماشي الفرات هي، وخونا ابراهيم من الصحراء بوتركايك. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، ونتمنوا الخير والتيسير، وتحيه للجمعيه السلويه كيف كنقولوا، نخرجوا لهم الخوت لميها نحطوا لهم الماء، هما ضربوا هذه الاكله دارت تقريبا ضربوا كامل، نحطوا لهم الميها باش الحميمه تيشربوا حتى هما. دخلت لينا نتوى، دخلت لينا حمامه الخوت غادي نخرجوها، صوريها صوريها، دخلت لينا حمامه، دخلت لينا الخوت حمامه غادي نخرجوها، هذه غادي تمشي لبكره غنولعكم فيها، هي غنشدها ان شاء الله، هي هذه، هذه اللي بغى الله الخوت، ضعيفه راه ماشي سي صحيحه، الحمامه هو كيشرب، هذه دخلت لنا عند الذكور، هذه راه سمارية هالكاشي الخوت، هادي راها سمارية، والعام اللي فات عيونية، العام اللي فات عيونية، عوينة واخا، راه الصحة ديالها شوية، ها العوينة، قالت لك البنية العين ديالها اللون ديالها ناضي، هادشي اللي قالت لنا فاطمة الزهراء، الحمام مازال باغي ياكل الخوت غنزيدو باش يبات مقرع إن شاء الله. الحمام خصو يبات مقرع. يلا الخوت باش ما نزيدش نطول عليكم وعليا، ونخلي فاطمة الزهراء تمشي مع ماماهم. وكيف قلنا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، كاع الناس اللي قالت كلمة طيبة، اللي قالت كلمة طيبة الله يرحم لهم الوالدين. يلا الخوت وإلى فيديو قادم بحول الله، نتمنوا الخير، إلى فيديو قادم بحول الله. وتحية لفاطمة الزهراء كيف قلنا البارحة راه عجبتني في التعليق ديالها، لا هي ولا اختها
الحمد لله والله العظيم الا عجبوني. انا قلت لهم ديروا لي الفيديو دبروا ريوسكم. انا هادشي اللي قلت لهم، قلت لهم ديروا لي الفيديو قولي اللي بغيتي تقولي بعدا الفيديو. عطيتهم شحال من دقيقه، قلت لهم القد والقد اللي يكون في الفيديو. هادشي اللي كاين والحمد لله الامور دازت طيبه، والله يرحم لهم الوالدين حتى هما، وغادي ندور معاهم تكون عندي، غادي ندور معاهم باذن الله. يلا الخوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومبروك علينا الخوت الميكرو منين خدموا، والله الذي لا رب سواه. قلت لكم راني صايم والله ما نكذب عليكم، الا جربتوا غير على الله. الخيط داك الكابلي ديال الميكرو اللي صيفط لي الاخ صلاح الله يرحم ليه الوالدين من هولندا، داك الميكرو اللي صيفط لي الاخ صلاح من هولندا عنده الخيط ديالو دوريجين، جا في كرطونه قد هكا واحد الخيط ديال الشارجور باش كيتشارجا الميكرو. هذاك الخيط اللي قد هكا مع ما مقطع ما والو باقي جديد، شديته ودرتو يتشارجا، تعطل في لاشارج. فاش شفتو تعطل هذا في لاشارج يعني عرفت بان هذا غادي يكون خدام. علاش؟ لانه كيريسبيري بزاف، عرفتي شحال هو كيمص، شحال هو كيمص في الضو. تماك عرفت بانه غادي يخدم، قلت ان شاء الله غادي يخدم. وداكشي اللي كاين شعلته ويقول لي انا معاك، يعني الخيط هو اللي فيه الديفو. يلا الله يرحم لكم الوالدين، والى فيديو قادم بحول الله. انا الخوت يلا والسلام عليكم ورحمه الله. المولوعه ديالنا وبركاته، يلا وبركاته. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.